على طريقة كمين الزنة، سرايا القدس بثت فيديو وثقت فيه استهداف قوة إسرائيلية خلال معارك خان يونس. الفيديو وثق تجهيز وزرع عبوة ناسفة مضادة للدروع. قام أحد عناصر سرايا القدس برمي مبنى تحصنت فيه قوة خاصة بقذيفة تاندوم خارقة للدروع، وفجر عنصر آخر العبوة عن بعد بالمركافة يلي كانت أسطورة ونظام الحماية النشط فيها اتعطل وما قدر يتصدى للقذيفة والعبوة. خلونا نشوف جزء من الفيديو سوا. اخترنا لكم بعض من التعليقات يلي اجت على الفيديو يلي شفناه قبل شوي مع بعض. مثلا عنا عبد الحميد يلي شارك وقال على اكس: السرايا والقسام منزلين افلام العيد وبيتنافسوا. يحيى كمان شارك وقال: عيديتين في يوم. وختاما مع مشاركة نزار يلي طرح سؤال وقال: الرامي اللي طلع وضرب ما خاف من الدبابة؟ معقول؟